اهلا وسهلا بمتابعي ومشاهدي التحرير مباشره من الدار البيضاء وبالضبط من امام المركز الاستشفائي الجامعي بن رشد. معنا اليوم مستجدات حصريه في القضيه ديال الطيف ستار الكاتب العام للنقابه الديمقراطيه للصحه تابع الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. اتحاد ديمقراطي لا اتحاد ديمقراطي للشغل اتحاد ديمقراطي المغربي للشغل. هذه المحطة النضالية اللي فيها الاعتصام مرخصة، علمنا السيد وكيل الملك، السيد الوالي، السلطات كاملين مع احتراماتي لهم، باش تنطلب منهم باش يتعاونوا من اجل تنفيذ حكم قضائي نهائي. الحكم صادر ولكن باقي ما تنفذش. ما تنفذش مدة 13 سنة. أسباب تعنت الإدارة المركز الاستشفائي بن رشد، تعنت المدير العام بغاش ينفذ. المدير العام اللي متعنت ما بغاش ينفذ حكم قضائي. الاسباب لان تنديروا العمل النقابي الجاد وتنفتحوا الخروقات وكان مابغاش ينفذنا حكم قضائي لان قال لك ما باغيش هو النقابات اللي تيفضحوا الصحافه ويفتحوا الخروقات، باغي هو القوامليه وصافي. 20 سنة وانا معزول على العمل. وتناضلوا من على ان ربحنا الابتدائي في 2008 وربحنا النقد في 2012 ومؤيد الحكم الابتدائي بالسنابي في 2008 حتى هو و 2012 عندنا النقد وحكم مقضي فيه جميع المراحل التقاضي زدنا منهم وتنطالبوا المدير العام ديال المركز الاستشفائي باش ينفذ الاحكام القضائيه احتراما للفصل 126 من الدستور. والمدير العام مابقاش عنده مشكل مع الصدار ولا النقابه ولا الاحكام، راه عنده حكم شخصيا مع جلاله الملك، لان حكم صادر باسم جلاله الملك نصر الله خصو يتنفذ، ماشي مع الصدار ولا مع غيره. شنو الاسباب اللي خلات السعد الطيفي يتعزل؟ كانت واحد سرقه المال العام في 2002، كان واحد المقتصد كان نسرق مشي 180 مليون حتى 200 مليون وما عرفت فين مشى، اين وجهه مشى لبرا كل واحد اش يقول. وناضت النقابه التعليم العالي، كان هذيك الساعه الكاتب البروفيسور حسون، ودرنا اجتماع مع النقابه الديمقراطيه للصحه ومع نقابه التعليم العالي وفتحنا الخرات وخرج بالجورنال ودخل السيد الوكيل الملك والسيد الوكيل العام باش يحقق في هذا. وملي المدير العام ما عجبوش هذاك الشيء قال ما هذا اللي تيفضحنا خصنا نعزلوه، وتم العزل ديالنا مع العلم انا في 19/12 تيقول هو تغيبت على العمل. 19/12 حاضر موجه ليا رساله مع وزير الصحه، هذيك الساعه كان محمد الشيخ بيد الله الا بقيت تنذكر، وحضرنا معاه المجلس الاداري فاذا به الاثنين، حضرنا احنا الخميس ولا الجمعه في المجلس الاداري الاثنين تيجيني العزل بالله تغيبت على العمل. وحقات مشينا للمحكمه وعرفت هذه الاسباب واهي، ولا ان تيستهدفونا كنقابه ديمقراطيه للصحه وفي العام وتنفتحوا الخروقات، ونصفتنا المحكمه ابتدائيا واستنافيا وفي النقد. ولكن دابا ينصفتك المحكمه وهما ما تينفذوش الحكم، علاش؟ ما تينفذوش الادارات، راه خطب عليهم جلاله الملك في جميع الخطابات ديالو وقال بان الادارات متعنته خاصها تنفذ وتفعل الدستور. وجلاله الملك قال في خطاب جميع السلطات خاصهم يتعاونوا باش ينفذوا الاحكام القضائيه احتراما الفصل 126 من الدستور واحتراما الحكم صادر باسم جلاله الملك، لان لما تنفذوش الاحكام غنرجعوا للقانون الغابه وحنا دوله المؤسسات. طيب سي عبد اللطيف، هذه الحكومه هذه الجديده ما راسلتيهمش؟ جميع الحكومات راسلناهم، جميع الحكومات. وزير العدل شخصيا قال لك، وزير العدل عبد الطيف وهبي تيقول بلسانه لا يعقل الاحكام ما تتنفذش، تتحكم ما تتنفذش. اذا ما حنا ماشي في قانون الغابه، خاص اشنو الدور المواطن يمشي يناضل 20 عام ولا 15 عام ويربح حكم وما يتنفذش ليه؟ اذا اشنو؟ احنا ماشي قانون الغابه، راه دوله المؤسسات. راسلتي الجهه المعنيه وزاره الصحه؟ وزاره الصحه كرئيسه المجلس الاداري هي وصيه. المشكل عندنا احنا مع المدير العام لان عنده ميزانيه مستقله وحنا تابعين للميزانيه المستقله، خاص المدير العام يحترم الخطابات ديال جلاله الملك ويفعل وينفذ الاحكام القضائيه.
تنقول تنطالبوا من هذا المنبر باش يرجع لجدد الصواب وينفذ الاحكام القضائيه الصادره. راه 20 سنه لا يعقل ما ينفذش حكم ما خلصتش من جيبه. الحكم فيه ارجاعي من تاريخي توقيفي من 19/12/2002 يعني 20 سنه كامله يتعوض بها مع العمل على الرجوع كاينه في الحكم. كل ربحنا المدير مشيو بحالنا وحنا ربحنا خصنا في الحكم. حنا دولة مؤسسات يطبق وما يحقرش وما عمرنا خسروا حنا ما خسر لا يهودي في دينه. حنا ما يحقرش حكم صادر باسم جلالة الملك رمز ديال البلاد ما يحقرش حكم ديال صادر باسمه. حنا ماشي بقانون قانون الغابات راه عندنا دولة المؤسسات. هذا هو اللي الفصل اللي عدلناه في 2011 باش يفعلوا الفصل 129 وينفذوا الاحكام القضائيه الاليه ولا جميع المواطنين ولا المناضلين اللي تيتعسفوا عليهم ولا جميع الموظفين. اللي صرا عليا صرا لجميع الموظف لا كان لا في التعليم ولا في قطاع الصحه ولا في الامن ولا في الداخليه. لا يعقل وزاره الداخليه تنفذ احكام قضائيه ومدير المركز ما تيبغيش ينفذ ووزاره الصحه عباد الله تتحاور معنا والمدير العام ديال المركز الاستشفائي ما بغاش يدخل في حوار جدي. لا يعقل. علاش؟ متعنيت الميزانيه المستقله تيصحاب الراسوره ديالو. راه حنا تنعرفوا جلاله الملك هو اللي كان الله يخلي لينا والاسره العلويه وليت نعرفوا بلا لغه خشب بلا والو. حنا وراء جلاله الملك وغاديين باش في التوجه ديال جلاله الملك وخاصو يتفعل الفصل والدم ديالنا في الله والوطن والملك باش وناضلوا يتحقق المطلب ديالو ويتنفذوا جميع الاحكام القضائيه لا ديالي لا ديال غيري. ساب الطيف معزول على العمل 20 عام كيفاش تعيش اخويا؟ تنعيشها من الانخراطات والانخراطات والمساهمات ديال الاطباء اللي معنا وممرضين ومناضلين ديال القطاعات ديال المركزيه تنحيه من هذا المنبر الاتحاد الديمقراطي المغربي للشؤون. وبقينا لا زواج لا ولاد لا والو باش ينفذوا حكم قضائي بقينا تندوروا 20 عام. ماشي حياتك واش ربحتي دابا؟ رابحين لان مرضيين مع الله والوطن والملك وتنطالبوا باش يتفعل الدستور. انا مكسب انا ملي بحال تنفذ لي الحكم ديالي ملي جلاله الملك ولا تيقول الادارات متعنته هذا مكسب. شهد فيهم جلاله الملك نصر الله هو رمز البلاد. النداء ديالك السي عبد الطيب منين نشوفو اليوم؟ وتنادي باش جميع رئيس الحكومه جميع هذا البرلمان احنا دولة المؤسسات باش يتفعل الدستور ويتفعل تنفيذ الاحكام القضائيه ووزير العدل تا هو يتحرك وجميع السلطات تنحيو من هذا البر باش يفعلوا ويخدموا المصلحه ديال الوطن والملك. لان جلاله الملك تيقول تفعيل الدستور وسبق لي لقاء مع جلاله الملك مشفى الاطفال وسلمته بلاغ نقابي وقال لي ما توصلش لنا هذا الشيء. جلاله الملك الله يطول عمره ويعطي صحيحته محمد السادس نصره الله خاصه اللي يوصل ليه ولكن خص يكون الطاقم ديالو يخدم يوصل ليه بامانه. الله يطول عمره. شكرا شكرا والسلام.